السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين ومتابعين، وأسعد الله مساءكم بكل خير. عاجل: خوفا من هجمات صنعاء، رويترز تؤكد انسحاب القوات الأمريكية من البحر الأحمر. وإلى التفاصيل. أكدت وكالة رويترز انسحاب القوات البحرية الأمريكية من البحر الأحمر تحت تأثير هجمات قوات صنعاء. وقالت الوكالة في تقرير لها إنه للمرة الأولى منذ عام 2001 لا يوجد للبحرية الأمريكية أي حاملة طائرات في أي مكان في آسيا. وأوضح التقرير أن أمريكا اتخذت خيارات صعبة وقلصت تواجدها في البحر الأحمر، مشيرا إلى أن البحرية الأمريكية استخدمت خلال حملة البحر الأحمر صواريخ توماهوك هجومية برية أكثر مما اشتراه الجيش الأمريكي في عام 2023 بأكمله. وأضاف التقرير أنه لم يعد في البحر الأحمر إلا قوة أصغر من السفن الحربية الأوروبية، ولكنها واجهت تعقيدات لإنقاذ السفينة سونيون بسبب التهديدات بمزيد من الهجمات من اليمن. ولفتت الوكالة إلى أنه مع قيام الكثير من السفن التجارية بتجنب البحر الأحمر، فإن تخلي البحرية الأمريكية القوة البحرية الأبرز في العالم عن حملتها في البحر الأحمر أمرا لم يمكن تصوره في السابق. وتابعت: أصبح المسؤولون الأمريكيون أكثر صراحة في تأكيدهم على أن الدول الأوروبية لابد أن تدافع عن فنائها الخلفي، في حين تحول واشنطن تركيزها إلى المحيط الهادئ. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.